أما أن تأتي هذه الأيام المباركات، يأتي عيد الشجرة، عيد البقرة، عيد الأم، عيد الرجل، عيد عيد عيد, عيد. لا أحد يتحدث، عندما يأتي المولد تثور ثائرة هؤلاء، وكأن عندهم عداوة مع رسول الله، وكأن عندهم حساسية مع رسول الله، وهذا الذي لا يقبل. أما أنك أنت لا تحتفل ذاك أمرك، لكن لا تسيء لمن يحتفل، ولمن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء قعدوا في هذه المسألة، وممكن نروي حديث في صحيح مسلم، وهو حديث ثويبة، هذه كان جارية عند أبي لهب، ولما رزق عبد الله أي أبو النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتقل إلى ربه وولد عندهم ولد، ففرحوا، فذهبت هذه الجارية بشرت أبا لهب بأن ولد عند أخيه، وكانوا على شوق معهم وميزة ولد، فأعتقها، أعتق ثويبة، فقال عليه الصلاة والسلام يخفف عن أبي لهب كل اثنين لفرحه ولعتقه ثويبة، أي أن هذا أبا لهب اللي هو مخلد في النار يخفف عنه كل اثنين لأنه فرح بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكفينا القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال عبد الله بن عباس مرفوعا قل بفضل الله وبرحمته أي برسول الله عليه الصلاة والسلام.